ناخذ معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد الكريم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبضيوفكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بكم دكتور. يعني تكاثرت الدعوات لمظاهرات يوم غد، ما هو موقفكم من هذه المظاهرات وما هي الأسباب التي ترونها موجبة لمثل هذه الدعوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حراك 30 من يونيو هو أمل الشعب السوداني في التغيير، لأن السودان الذي ما زال يعيش اضطرابا سياسيا وأمنيا واقتصاديا كبيرا، للأسف لم يهدأ هذا رغم مرور أكثر من سنتين على سقوط البشير. فهذا الحراك يعني يمثل بارقة أمل بالنسبة للسودانيين في ثورة حقيقية تعيد الأمور إلى نصابها. فهذه الحكومة التي لوحت بأن تغييرا تم في الأفق، وأن يعني رفع السودان شكليا من قائمة الدول ومؤتمرات التمويل ونحو ذلك من هذه، كل هذه ذهبت أدراج الرياح، ووجد المواطن نفسه يعني أمام أزمات متلاحقة واحتياجات ملحة وقسوة أيضا بشروط صندوق النقد الدولي. تحول هذا العنصر الذي كانوا يلوحون به فيما يتعلق بالتحسن الإجراء الشكلي برفع السودان وغيره إلى أزمة للحكومة الحالية. فبدل من أن يكون عنصر نجاح، أفرز هذا احتقانا شعبيا وأشعل الشارع. دعني أتحدث عن أزمات الداخل أولا بشكل سريع، ثم عن أزمات الخارج التي تؤسس لهذا الحراك الشعبي وتؤسس لهذه الثورة. أزمات الداخل بادية لكل ذي عينين، يعني تزايد وتيرة الأزمات من الغاز والكهرباء والوقود، المواصلات، الدواء، الخبز، غير ذلك يعني من الجوانب الحياتية التي يعيشها المواطن السوداني. فأصبح المواطن السوداني في وضع أسوأ بكثير من الوضع القديم. هذا جعله يسخط سخطا عارما، ويصعب مع هذا الوضع الجديد الاستمرار. كذلك يعني إلى جانب هذه المشكلة، الأزمات المتلاحقة، ضعف الحكومة، ضعف هذه الحكومة في أدائها. حتى من كانوا من أنصار هذه الحكومة من داخل قحط صدموا يعني بشكل فظيع في الأداء الباهت لهذه الحكومة في مختلف المجالات. المشاكل الأمنية، ضياع هيبة الدولة، يعني التوترات الأمنية المستمرة في المناطق والمدن التي كانت مستقرة في السابق، الحضور المسلح للحركات المسلحة في المدن، هذا أمر يعني مصدر إزعاج بالنسبة للمواطن. الصراع الحزبي الصارخ على المناصب والامتيازات التي بدت في هذه الحكومة وجعلتها عرضة للعمالة والبيع والابتزاز، وأفقدها أيضا الرصيد الشعبي، إن وجد لها رصيد شعبي. مصادمة المجتمع يعني من الدواعي لهذه الثورة، مصادمة المجتمع. هذه حكومة انشغلت بمصادمة المجتمع دينيا وثقافيا وفرض أيديولوجيات حزبية معينة، مثلما حاول الجمهوريون أن يفعلوا عبر الجراي وعبر أبواقهم، وحينما وأيضا اليسار الذي حاول أن يسوق لمشروعه الأيديولوجي ضد المجتمع. فبدلا من السعي لجمع المجتمع على القيم المشتركة ويعني والإعلاء من شأن هوية هذا الشعب السوداني في اعتزازه بالدين، وجدنا حكومة منشغلة بمصادمة هذا المجتمع. كذلك الخروج على صلاحيات المرحلة الانتقالية، يعني مضت هذه الحكومة بكل عنجهية وبكل صلب في الحديث عن قضايا حساسة خارج صلاحيات الفترة الانتقالية، مما استفز الشارع السوداني. هذه المشاكل كلها يعني إذا يعني
رجعنا يعني ونظرنا أيضا في المشاكل الأخرى نجد الخارجية، نجد بأن الشارع السوداني يغلي. فثلاثين يونيو هو بمثابة يعني الفرصة بالنسبة للشارع السوداني وللشعب السوداني من أجل أن يستعيد توازنه، ومن أجل أن نعود مرة أخرى إلى المسار الشعبي الصحيح، يعني في دعوة إلى التوافق، دعوة إلى يعني إلى جمع الصف السوداني من أجل حكومة انتقالية، يعني في فترة محدودة، حكومة كفاءات لا كصوات كما يعني شاع الآن ويتحدث الناس، ثم أن يصير الناس إلى انتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب أنا من يمثله. هذا التداعي اليوم ليس تداعيا لأحزاب أو لجماعات معينة أو لأناس لهم حسابات سياسية معينة. الذي أراه ماثلا أمامي يعني من هذا في هذا التداعي هو تداعي لكل أطياف الشعب السوداني، حتى القوات المسلحة، حتى القوات الشرطية التي في الأيام الماضية توالت الخطابات والبيانات والمذكرات التي رفعتها، ولا أدل على ذلك من اللقاء الذي كان مع وزير الداخلية والهتافات التي صدرت من منسوبي الشرطة ضد وزير الداخلية. فهنالك يعني تململ واضح جدا يعني ودعوة إلى هذا الحراك من مختلف الاتجاهات، لكن المطلوب في النهاية إنه الرسالة يجب أن تصل يعني صحيحة، يعني بمعنى إنه قيادة الشارع يجب أن توصل الرسالة الصحيحة، ومثل هذه الجولات تحسن في العادة لمن يكسب اللقطة الإعلامية، ولمن يقفز إلى ميدان الإعلام فيرسل رسالته إلى القنوات الفضائية وإلى المنصات الإعلامية. ولذلك أنا من هذه المنصة الإعلامية قناة طيبة أوجه رسالة إلى الشرفاء في هذا الحراك، من قيادات هذا الحراك من الأحزاب والجماعات المختلفة، أن يوصلوا رسالتهم الإعلامية صحيحة يعني كاملة إلى القنوات الفضائية، حتى لا يقفز يعني من ليس في هذا الحراك محاولا التشويش من خلال تصريحات أو من خلال رسائل سالبة يعني على خلاف ما خرج الناس له في هذا الحراك. نعم دكتور، يعني هناك من يقول بأن هذا الحراك الآن قد يؤدي إلى سفك دماء وقد يؤدي إلى إشكاليات، بعضهم يقول لك يعني ممكن يعني كسبنا شنو من الحراك السابق عشان ندعم لنا حراك جديد، يعني كيف ترد على مثل هذه الأقاويل؟ يعني هذا منطق غير صحيح، لا هو شرعي ولا هو عقلي ولا هو واقعي أيضا، لأنه الاستمرارية هذا الوضع يعني مزيدا من الكوارث. ثم يعني الحديث عن أن هناك دماء ستراق، يعني إذا نحن بحاجة أن نعجل من أجل أن الكف من هذه التغولات على دماء السودانيين والاستهتار في أمنهم. يعني من هذه الجهة التي يعني التي تحاول أن تخيف السودانيين اليوم؟ يعني يجب أن الشارع السوداني أن يوقف هذه الجهة التي تخيف السودانيين. السودانيون لا يرضون يعني بالحقارة ولا يرضون بالاستعمال مثل هذه الأساليب، فهم يعني قد يعني ليسوا شعبا خانعا يعني استمر الذل والمهانة حتى يخاطب مثل هذا الخطاب، والخطاب اللي سمعته أنا للأسف من وزير الداخلية وهو يتحدث يهدد الناس يعني الذين يتحدثون في وسائل التواصل الاجتماعي يعني بطريقة غريبة عجيبة، يعني بعيدا عن المهنية بعيدا عن هذا هذه اللغة لا تصبح مع الشعب السوداني. فالتخويف اللي حاصل الآن أنه المسألة دي ستؤدي إلى دماء وستؤدي إلى كوارث، يعني شنشنة تعرفها من الأبواق الإعلام المستبد أو الحكومات المستبدة دائما تستخدم مثل هذه
الطرائق من أجل صرف الناس عن حقوقهم. نعم هناك اسمح لي دكتور، يعني هناك حديث ويعني نقله حتى اليوم دكتور بشير آدم رحمة في مؤتمر حزب المؤتمر الشعبي، هناك حديث عن كتائب تابعة لحزب البعث باسم كتائب حنين، وأنها يمكن أن تستخدم في قمع الناس أو حتى تنفذ تصفيات. يعني ما هي الرسالة التي يمكن أن توجه في مسألة الدماء تحديدا لكل من يمكن أن تسخره، سواء من قوى الدولة أو من قوى الأحزاب المختلفة، يسخره طرف ضد أي طرف آخر من الشعب؟ هذا حراك سلمي يعني بامتياز 100%. أي محاولة لإيقاف هذا الحراك أو زعزعة هذا الحراك يعتبر جريمة من أي طرف كان من الأطراف. أنا لا أريد أن أعين طرف بعيني، ولا أريد أن أتحدث عن الأخبار التي يعني تذكر، لكن يعني هذه تعتبر جريمة. فالمطلوب طبعا من قادة الحراك السلمي أن يؤمنوا هذه المواكب، وأن يكونوا بالمرصاد لأي محاولة يعني محاولة تقوم بها أي جهة من أجل صد الناس أو منع الناس أو إرهاب الناس يعني في هذا الحراك السلمي. ويجب أن الناس جميعا أن يتعاونوا في هذا الصدد. يعني أي جهة تحاول أن تمنع هذا الحراك بأي أسلوب من الأساليب يعني المنع، يجب أن يتصدى الشارع له. وأنا أظن أن أي جهة تحاول أن تقوم بهذا المجلس ستخسر، يعني لأنه وهي جهة غبية، لأن يعني قراءتها للواقع قراءة غير صحيحة. اليوم النقمة الحاصلة على الحكومة كما ذكرت ليست نقمة سياسية يعني من فئة معينة أو جهة معينة، هذه نقمة عامة. فهذا شخص يعني يسبح ضد التيار كما يقال. نعم. ويحاول أن يعني أن يدمغ نفسه وحزبه وجهته بالعنف وبالإرهاب للمواطنين آمنين وسلميين. نعم دكتور.